بداية لشعبنا من أهالي كركوك بكل مكوناتهم أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مبروك لكم المولد النبوي الشريف، وإن شاء الله كل عام يمر علينا هذا المولد النبوي الشريف وأنتم بكل خير وبركة وأمن وأمان. لأهلي من أبناء كركوك بكل مكوناتهم أقول الأمن إن تحقق بكم أولا بدعمكم وإسنادكم ووقوفكم مع قواتكم الأمنية، وأنا أرى الكثير يوميا الكثير من روح التعاون والعمل الجماعي ودعم القوات الأمنية من مواطنين في كل كركوك ومن جميع أبناء ومكونات كركوك. وفي نفس الوقت أحذركم أخوتي أبنائي بناتي جميع مكونات كركوك من بعض الناس التي تحاول أن تدس السم في العسل. هنالك بعض القنوات في صفحات الفيسبوك أنا أسميها مأجورة لأنها تحاول أن تتلاعب بأمن وأمن المواطنين، مثل ما حدث اليوم صباحا هنالك موقعين أو ثلاثة تتداول أنه انتشار مدافع وعجلات عسكرية من نوع حمر في كركوك. إن كان هذا الانتشار موجود فهو انتشار لتأمين أمنكم ولزيادة الأمن. في بعض الأحيان نحن نريد لأبناء كركوك أن يستمروا بالتواجد داخل المدينة والعمل حتى في ساعات متأخرة من الليل، ولهذا نحن نشرنا بعض القوات في مناطق كانت تغلق الأسواق فيها الساعة 7 أو 8 مساء. نحن نريد لأبناء هذه المناطق أن يظلوا أن يعملون حتى الساعة 1 ليلا والثانية صباحا، وأن يكون هنالك لا يوجد حظر للتجوال إطلاقا والجميع آمنين ومطمئنين في المدينة. أكرر تحياتي وأقول لهذه القنوات المأجورة المسمومة موتوا بغيظكم، كركوك آمنة وستبقى آمنة. حقيقة العلاقة مع الإدارة المحلية للمحافظة متمثلة بالسيد المحافظ اللي هو رئيس اللجنة الأمنية العليا للمحافظة علاقة متميزة، رجل داعم للقوات الأمنية مثل ما داعم لعمل المحافظة ويقوم بالكثير من الأعمال. نحن نرى في كركوك حملات من الإعمار، أعتقد أنه في مناطق أخرى لا توجد مثل هذه الحملات، فالعلاقة متميزة وجيدة جدا أيضا مع النخب وشيوخ العشائر وعلماء الدين، هم أخوة لنا أخوة أعزاء، نحن نستمع لهم ونحاول أن نحل جميع المشاكل التي يعرضونها أمامنا. وفي نفس الوقت أنا يعني أثق ثقة مطلقة بأن علاقتنا مع المواطن البسيط هي الأقوى وهي الأكبر وهي التي ستستمر. شكرا جزيلا.